بعيد عن العصبيه، بعيد عن العنصريه، بعيد عن الحزبيه، بعيد عن المذهبيه، نكون جيش بما معناه، لان احنا عمرنا لن نستطيع ان تستقر بلدنا اذا لم يكن هناك جيش. لا يرحل القادة الحقيقيون قبل أن يتركوا أثرهم، وهكذا فعل القائد عبد الرب الشدادي بطل التأسيس الثاني للجيش والجمهورية. جيش آخر سيكون عنوانا للجمهورية الثانية، لا يشبه ذلك الذي تبخر في لحظة كان اليمنيون ينتظرونه فيها، عندما كان الجيش الذي بنته الجمهورية على مدى 50 عاما قد صار عدوا لليمنيين، بعد أن أصبح فيلقا ملحقا بالميليشيا مسقطا البلد في حفرة الحرب والتفكك. كان الشدادي يقف وحيدا إلا من حفنة من أمثاله الذين وقفوا في وجه كل هذا منحازين لشرفهم العسكري وواجبهم الوطني. كان الشدادي قائدا لأحد ألوية المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب حين اقتحمت الميليشيا العاصمة صنعاء وأسقطت الدولة اليمنية. حينها استسلم معظم القادة العسكريين لهذه النتيجة الكارثية أو وقفوا غير قادرين على فعل شيء حيالها، لكن الشدادي ورجاله قالوا لا. لحظتها وليس أي لحظة أخرى كانت الجمهورية الثانية تبزغ من بين عيني هذا القائد الاستثنائي، وكان يحملها كرتبة عسكرية على كتفيه القريبتين من تربة هذه الأرض، وكوسام على صدره الخالي من الأوسمة الزائفة من بقايا الزمن الرديء. وانطلقت المقاومة، المقاومة التي ستصير جيشا فيما بعد. هذا الجيش المؤسس على قيم جديدة ينتظر منه كما يؤكد قائده الفعلي أن يكون جيشا لكل اليمنيين، ورمزا لشرفهم وحارسا لأحلامهم وكرامتهم. لو اليمنيين كلهم تجمعوا في تجمعات ميليشاوية أو تجمعات حزبية أو تجمعات قبلية، لا يمكن أن نستقر ولا يمكن أن نصنع دولة إلا إذا صنعنا الرجال، وإذا كان هناك جيش وطني أمثالكم، جيش بمعنى جيش لا يتبع حزب ولا يتبع قبيلة ولا يتبع مذهب ولا يتبع شخص ولا يتبع إلا عقيدته ودينه ثم وطنه. جيش جديد ليمن جديد رعاه الشدادي ورفاقه القلائل الذين تبقوا لنا من جيش 50 عاما. وها هو الجيش يحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسه في مأرب بعد أن اشتد عوده وصار قادرا على حمل الجمهورية والعودة بها إلى عاصمتها الأزلية صنعاء التي صارت أقرب إلينا من أي وقت مضى.